مني صاحب وعيني رئيس الحكومة وكلفني باش نشكل حكومة إن شاء الله. هذا شرف ليا وشرف الأعضاء ديال الحزب، شرف يعني الجميع المغاربة، وحنا بنفس الوقت هذا يعني هذه الثقة المولوية هي مسؤولية ومسؤولية كبيرة، واللي حنا واعيين بأنها على العاتق ديالنا، لأنه كاين انتظارات وكاين ديال صاحب جلالة وكذلك ديال المواطنين اللي غادي ناخذوها يعني على العنق ديالنا إن شاء الله، ونحاولوا نقوموا بالواجب. غادي نبداو ابتداء من الآن في فتح يعني التشاورات مع الأحزاب اللي يمكن لنا نتوافقوا معها إن شاء الله في المستقبل. المهم أنه تكون يعني أغلبية منسجمة متماسكة، يعني لها برامج اللي هي متقاربة واللي يمكن لنا نشتغلوا عليها، لأن المواطنين ينتظرون وفاهمين أنه اليوم الحملة الانتخابية اللي كانت كلها وقفة على برامج انتخابية، وإن شاء الله نتمنى على الله أنه هذا الشيء في الأخير يعطي حكومة كذلك اللي فيها يعني أعضاء اللي هم في المستوى واللي غادي ينفذوا يعني هاد الاستراتيجيات الكبار ديال سيدنا الله ينصره، كذلك البرامج الحكومية اللي غادي تكون في المستقبل.